يوم تاريخي في مصر بعدما وصلت أول شحنة من لقاح فيروس كوفيد 19 من الإمارات العربية المتحدة إلى مطار القاهرة الدولي في هدية تؤكد على روابط الأخوة والصداقة بين مصر والإمارات. لا شك أن العلاقات بين دولة الإمارات ومصر يمثل نموذجاً من الأخوة والتلاحم والتضامن، يجعلنا نشعر بأننا نقف في مكان واحد لمواجهة تلك الظروف. ومن هذا المنطلق سعت دولة الإمارات للتعبير عن تضامنها مع مصر الحبيبة عبر تقديمها لشحنة اللقاحات هذه كهدية ودعم للجانب المصري. التجارب السريرية. وأكدت وزيرة الصحة المصرية أن اللقاح تم اعتماده من منظمة الصحة العالمية بعدما أثبت فعالية بنسبة 96% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما يقي بنسبة 100% من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة الخطورة. بعد ما نجحت التجارب السريرية كان في تطعيم للقاح ده في دولة الإمارات الشقيقة وحصل على موافقة الطوارئ، ثم أمس حصل على الموافقة النهائية، وإحنا الحمد لله استقبلنا أول شحنة. طبعا إحنا مضينا عقد يوم 4/12 مع التحالف الدولي الجافي لبرضو مزيد من اللقاحات. وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت وزيرة الصحة المصرية أن العقار الصيني سينوفارم سيتم توزيعه مجانا على المواطنين بدءا بالفئات الأكثر تعرضا لمخاطر العدوى، ومن بينهم الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. هدية عنوانها المحبة بين الأشقاء قدمتها الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، تحمل بشرى للمصريين بقرب الخلاص من جائحة كورونا. من مطار القاهرة الدولي، مينا حبيب، الغد.